أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هناك من يجيز العمل في البنوك الربوية إذا كان عمله لا يتعلق بالمعاملات الربوية، يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فحصر اللعن على هؤلاء الأصناف من الناس، أما غيرهم كالحراس وأمثالهم فإنه لا إثم عليهم، فهل هذا القول صحيح؟ ولماذا لم يستدل بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يأخذ الشيء اللي يصلح له يخلي اللي ما يصلح له. الله جل وعلا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي توظف في البنوك ولو كان حارسا أو كاتبا أو فإنه يتعاون معهم، تعاون معهم على الربا، يعينهم. نعم. واللي أجر عليهم، اللي أجر لهم المبنى، هذا متعاون معهم إلى آخره. نعم.